مساء الخير يا جماعة كلكم. أنا عايزة أبتدي كلمتي بأن أنا أفكركم بالكلمة اللي أستاذ يحيى قلاش قالها يوم 4 مايو ولسه مرددها دلوقتي، وجهها لكل المؤسسات أو لكل الجهات اللي بتقف ضد انقاذ الصحفيين وضد شرف الصحفي وكرامته. لقد حوصرتم من حيث أردتم أن تحاصرونا. الكلمة دي الحقيقة من يوم 4 مايو جرى الكثير من المياه تحت الجسر، انشقاقات، محاولات لشق الصف، مش احنا اللي اخترناها، اخرين هم اللي اختاروها من اعضاء الجمعية العمومية، من رؤساء تحرير جم هنا والتزموا بقرارات ثم رجعوا عنها بمنتهى السهولة، من مواجهات من الدولة ومحاولات للانتقاص منا ومن كرامتنا. ففعلا جرت مياه كثيرة تحت الجسر. تخلينا نقول بمنتهى الوضوح، نعم هناك محاولات لحصرنا، نعم قد يستطيعون حصرنا بكافة الأشكال، فهم معهم قوات يعني أكتر من أداة للقوة لا نمتلكها، لكن الحقيقة الحاجة الوحيدة التي نمتلكها وممكن نضيفها للجملة دي، قد تحاصرونا ولكن لن تنحصر إرادة الصحفيين المصريين. أنا ممكن أتكلم من غير كاميرا يعني مايك خالص، بس نتكلم بالمايك برضه. بناء عليه وبشكل عملي لن تنحصر إرادتنا، إحنا فكرنا فيها بشكل عملي. مجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية كان كثير منهم خارج حتى الاعتصام داخل نقابة الصحفيين، في رد فعل سريع على اللي حصل من اجتماع باسم جبهة تصحيح المسار في الأهرام، في تجميع توقيعات من الجمعية العمومية بتطالب بانعقاد رسمي لجمعية عمومية طارئة. الجمعية العمومية طارئة هي الأداة الوحيدة اللي نقدر نضغط بيها ونقول احنا متفقين على اهدافنا، قراراتنا الزامية ليس فقط لاعضاء الجمعية العمومية ولكن لهذا المجتمع ولهذا التاريخ. هذه ارادة الصحفيين، ومن لم يحترمها هو يثبت انه لا يحترم وهو معادي لحرية الصحافة وللحرية العامة بشكل عام. القرار او المذكرة دي تجمع عليها 300 توقيع من اعضاء الجمعية العمومية، اتقدمت امبارح بشكل رسمي لمجلس نقابة الصحفيين. احنا بنطالب النهاردة او انا بطالب بصفتي ان انا اللي قدمت انا والزميل وليد صلاح المذكرة دي نيابة عن 300، بنطالب نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين بالاعلان النهاردة عن بدء اتخاذ الاجراءات القانونية للاعلان عن تاريخ انعقاد جمعية عمومية طارئة للصحفيين بأقرب وقت. الأستاذ رجاء المرغني. احنا عندنا طلبات كلمات كتيرة فأرجوكم تحملونا. الكلمة القادمة لأستاذنا الأستاذ رجاء.